أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، مالي مذنون، أنا مالي مذنون. يا مدحة مدحة، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، وسوريا نادت فيا، رب السما محيي يا سوريا، يا محلاها الحرية، سوريا حرية. سكر مكر لا 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 بياع السكر لا 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 سكر مكر لا 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 بياع السكر لا 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 اسم بنت زينب اسم شاب حمزة سكر مكر لا 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 بياع السكر لا 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 سكر مكر دوني دوني لا دوني لا لي لا لي لا 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 لماذا لم تصفقوا لي يا أولادي؟ أنا عندما أدخل إلى أي مكان الجميع يصفق لي، سأخرج وتعودون للتصفيق. دي دي دو ري ري دو ري را دوم دوم دي را دا دا دا. لماذا أنت تصفق لي في المرة الثانية أيضا يا ولدي؟ بابا أنا بصراحة زعلان منك لأنك سفاح. بابا أنا زعلانة منك لأنك أنت كذاب. ما هذا؟ الجميع زعلان مني أصبح اليوم، يعني مثلا الرئيس الأمريكي، أوروبا زعلاني مني، أولادي زعلاني مني، يعني بصراحة أنا كأنه اسمي صار الزعل الأول. لماذا أنتم زعلانين مثلا؟ يعني أنت يا ابني مثلا ليش زعلان مني؟ بابا أنا زعلان منك لأنك قتلت رفيقي حمزة خطيب. ولكن يا عزيزي يا ولدي حمزة الخطيب مسلح. ايه يعني شو معنات كلمة مسلح؟ مسلح يعني انه يطلق الرصاص على الناس بالطرقات. يعني مثل ما عم يعملوا شبيحتك باللي بدهم حرية. خلاص لك انت يا حيوان، خلاص رجع لورا، رجع لورا، تعال هشوف انت وليه، تعال، ليه زعلانة انت؟ بابا انا زعلانة منك لانك قطعت رفيقتي زينب. يبدو انك لا تشاهدي قناة الدنيا، يعني الامن عندما قطع فتاة واوصلها الى اهلها لم تكن زينب، كانت فتاة اخرى. نحن اذكياء، نحن اذكياء. طيب طيب هي اللي قطعتوها رفيقتي، ليش قطعتوها؟ خلاص ولا هيك، خلاص رجع لورا، رجع لورا. شو هذا اولادي يتزعلون مني؟ ما هذا ما هذا؟ يعني انا والله لا اعرف ماذا اقول، يعني في رئاستي جديدة هذه السنة كانت سنة سيئة. السنة القادمة عندما أكون رئيسا جديدا وتنتخبونني سيكون الوضع أفضل، يجب هذا يوم تافه. اي بابا هي إذا ضليت للسنة الجاية إن شاء الله يضل شهر. ما هذا ما هذا ما هذا؟ بابا 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 أنت سمعت الشعار الجديد اللي عم يقولوه؟ اي بابا خليني أقول لك يا معلي. اي بابا يلا حنقول لك يا يلا. واحد اثنين ثلاثة يلا. يا سورية لا تخافي بشار بعد القذافي، يا سورية لا تخافي بشار بعد القذافي. الاحتجاجات وصلت إلى بيتي. يا شبيحة يا شبيحة سلمية سلمية يا شبيحة سلمية 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 تعال أقولك سلمية تعال أقولك سلمية سلمية أولادي سلمية؟ ماذا؟ ماذا؟ أولادي أصبحوا في بيتي يتظاهروا، مندسين، سلفيين، إسرائيليين، قاعدة، 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 جراثيم، أصبح يتواجه المواطن مع الرئيس في سوريا. هل هي سوريا الأسد أم سوريا الحرية؟ كيف يلتقي الذئب مع الفريسة ومن هي الفريسة اليوم؟ هل أصبح أسد الغابة اليوم أرنب الغابة؟ عفوا أنا مضطر أنسحب، أنا رئيس يا رجل، أنا لست أرنب. لحظة يا أخي، طول بالك يا أخي، لسه ما قلنا شيء. لحظة طول بالك، لا 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 ل